سيدات وسادة من كل مكان، نقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون حضرموت، نستهلها بأهم العناوين. المحافظ القائد البحسني يعقد اجتماعا موسعا بقادة الألوية ورؤساء الشعب والضباط بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. اجتماع بسيئون لمناقشة إعداد خطة طارئة للاستجابة للنازحين للأعوام 2022-2024. لقاء مشترك بين مكتب وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية لمناقشة توحيد أسعار الأدوية وتخفيضها بالمكلة. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني بمدينة المكلا اجتماعا موسعا بقادة الألوية ورؤساء الشعب والضباط بقيادة المنطقة العسكرية الثانية لمناقشة ما تم تنفيذه من خطط وبرامج تدريبية خلال العام الماضي ووضع الخطوط العريضة للعام التدريبي الجديد. وألقى المحافظ القائد البحسني كلمة شدد خلالها على احترام الرتب العسكرية، لافتا بأنه تم تجهيز عدد من الصالات الرياضية في الألوية بهدف رفع لياقة الجنود، معلنا أن العام القادم سيتضمن عقد دورات إنعاشية مستمرة للأفراد والصف ضباط، ودورات للضباط الشباب بما يواكب تطورات العصر الحديث. وأضاف المحافظ أن ميليشيات الحوثي الانقلابية بدأ الخناق يضيق عليها من شبوة ومناطق أخرى وبدأت تنكسر، ولو تقدمت باتجاه حضرموت فإن حضرموت ستكون مقبرة نهائية للحوثي. عقد مؤتمر حضرموت الجامع الدورة الخامسة للهيئة العليا برئاسة رئيس المؤتمر وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي. وشدد الشيخ بن حبريش على أهمية تعزيز حضور مؤتمر حضرموت في أوساط المجتمع، لافتا بأن تشكيل الهيئات التنفيذية للمؤتمر في المديريات يعد خطوة مهمة. واستعرض القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري تقريرا عن نشاطات دوائر المؤتمر خلال العام الماضي. نحن نعقد هذه الدورة للهيئة العليا للمؤتمر الجامع بعد فترة من الزمن منذ تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع. هذه المرحلة التي مرينا بها خلالها كثير من العمل وكثير من الصعوبات وكثير من النتائج. المؤتمر الجامع وبتأسيسه، يعني منذ تأسيسه، هو إنجاز كبير جدا لحضرموت، لم الشمل حضرموت وإيجاد شيء يدافع عن حضرموت وعن حقوقها. المشوار التي من هنا وقدام تخلت كثير من الصعوبات وأمور ترتيبية أكثر، لكن نحن اليوم نجتمع وفي شيء في الواقع قد أنجز، في شيء تحقق، في شيء قصور. أكيد أي عمل يكون كبير بحجم وطن مثل حضرموت بكبرها وحجمها ومجتمعها يحتاج إلى مزيد من الجهد، يحتاج إلى الثقة بالنفس. يعني مؤتمر حضرموت الجامعة نحن أجمعنا على مخرجات وعلى أهداف تهمنا الجميع، تهم كل أبناء حضرموت الداخل وفي الخارج، شارك فيها المختصون والدكاترة والشيوخ القبائل، كل طيف المجتمع الحضرمي. اجتماع في الدورة الخامسة لمؤتمر حضرموت الجامع اللي انعقد اليوم هو أتى في ظروف مفصلية في حضرموت والوطن، وما نراه اليوم من كلمة رئيس المؤتمر ومن المداخلات التي حصلت إنما هي حالة صحية لمؤتمر الجامع، وأن إن شاء الله سيكون في المستقبل القريب القيام بخطوات من أجل مصلحة حضرموت وتحقيق مطالب حضرموت. حضرموت اليوم تمشي بخطى قوية جدا برجالها الأشداء، رجال يهزون الجبال، فنحن مع أي خطوات من أجل حضرموت. الهبة الحضرمية الأولى خطت خطوات رائعة جدا، وهي وفق مطالب حضرمية،
والآن الهبة الثانية طبعا هي أيضا تكملة للهبة الأولى، بس بشرط أن تكون يعني نحو حقوق حضرموت. من مخارج حضرموت الجامع هي تعتبر هبة حضرمية قوية جدا. اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على نتائج ورشة العمل الخاصة بأوضاع النازحين بالوادي والصحراء وتحديد احتياجاتهم. واستمع الوكيل السعيدي من أعضاء كتلة دعم النازحين التي تم تشكيلها في الورشة إلى توجهات عملهم خلال الفترة المقبلة المتمثلة في إصدار منصة إلكترونية وإعداد خطة مبدئية للاستجابة الطارئة للنازحين للأعوام 2022-2024 ميلادي، داعيا المنظمات الأهلية والمحلية والمانحة لتقديم كل أوجه الدعم للأسر التي أجبرتهم ظروف الحرب إلى النزوح. نظم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بوادي وصحراء حضرموت بالتعاون مع الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب ورشة عمل حول فحوصات ما قبل الزواج. الورشة شارك فيها عدد من المديرين العامين للمكاتب والأجهزة التنفيذية والمؤسسات والمحاكم والجهات ذات العلاقة بوادي وصحراء حضرموت، وناقشت مجموعة من المحاور التي بينت أهمية إجراء الكشف الطبي قبل مرحلة الزواج لما له من أهمية لمعرفة العلاج الذي يمكن الزوجين من تجاوز الأخطار قبل الإنجاب إن وجدت. وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة في توعية المجتمع بأهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتفادي أمراض الدم الوراثية التي تنتج غالباً بسبب زواج الأقارب. عقد بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل لقاء مشترك بين مكتب وزارة الصحة والسكان والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الجمحي. وناقش اللقاء كيفية توحيد أسعار الأدوية والعلاجات وتخفيض أسعارها بما يتناسب مع انخفاض سعر العملة، وكذلك تشديد عملية الرقابة والتفتيش على الشركات ووكلاء الأدوية والصيدليات. واستعرض اللقاء آلية تنفيذ نزولات ميدانية مفاجئة لشركات الأدوية ووكالاتها والصيدليات لضبط الأسعار ورفع قائمة بالتسعيرة، وكذا تنسيق لقاء مع المستوردين وشركات الأدوية لتحديد تسعيرة موحدة وتشديد الرقابة وتنظيم نزولات مستمرة لضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار الأدوية في حضرموت. ظاهرة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة كثر صداها في الآونة الأخيرة. من أجل هذا نفذت مؤسسة أرض السلام للإعلام والتنمية الإنسانية والحقوقية ورشة تدريبية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. الابتزاز الإلكتروني وآليات التعامل القانوني مع المبتزين، كان هذا موضوع الورشة التدريبية لسلطات الضبط القضائي بوادي حضرموت تريم وسيئون والقطن الذي نفذته مؤسسة أرض السلام للإعلام والتنمية الإنسانية والحقوقية بالشراكة مع مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية وبدعم من مؤسسة رنين اليمن ضمن حملة مكافحة الابتزاز الإلكتروني بلغ بأمان. عقدنا اليوم في مؤسسة أرض السلام هذه الدورة التدريبية لسلطات الضبط القضائي بمديريات وادي حضرموت سيئون وتريم القطن حول آلية التعامل الإجراءات القانونية من التعامل مع المبتزين في جريمة الابتزاز الإلكتروني التي تأتي ضمن حملة بلغ بأمان. نستهدف المحققين ورجال الضبط في المراكز الأمنية بهدف كونهم خط الدفاع أو خط التلقي البلاغات الأول لضحايا الابتزاز الإلكتروني، فنمكنهم بعدد من المهارات والمعارف والمعلومات حول كيفية التعاطي مع مثل هذه الجريمة وكيفية احتواء الضحايا ومساندتها قانونيا في إجراءات وفق الإجراءات القانونية المتبعة. حضر افتتاح الورشة نائب مدير أمن وادي وصحراء حضرموت العقيد علي الصاعي ومدير إدارة التوجيه المعنوي بوادي وصحراء حضرموت فهمي سليمان، وكذلك المدربين أبو بكر محفوظ حسان والقاضي مختار علي باجبير، حيث تم مناقشة مشكلة الابتزاز الإلكتروني وأسبابه ونتائجه وتأثيره على المبتز عليه وآليات التعامل القانوني مع المبتزين. طبعا يعتبر الابتزاز الإلكتروني هو ظاهرة جديدة على المجتمع،
ربما كانت موجودة سابقا لأنها بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة خصوصا في المجتمع من ضعاف النفوس يستغلونها. طبعا أغلب الناس مش عارفين كيف يتصرف في حال وقوعه في هذه الحالة الابتزاز. نحن في إدارة التوجيه المعنوي من خلال مخرجات هذه الورشة دورنا بالتوعية للضحايا إلى من يلجأ وكيف يتصرف وما هي الخطوات التي يتخذها حتى يتجنب الوقوع في الابتزاز وأيضا تنفيذ ما يطلبه منه المبتز وتحصل فضيحة أكبر لا سمح الله. طبعا التوعية سوف تكون تستهدف أولياء الأمور إذا جاء لهم مثلا أحد من أهلهم أو من بناتهم أولادهم أنه تعرض للابتزاز كيف يتصرف، كذلك الشباب نفسهم والشابات تستهدفهم حتى يحمون نفسهم من هذا الابتزاز، إضافة إلى التوعية بأمن المعلومات وتقنية المعلومات الإلكترونية. يقع الكثير من الناس في شباك المبتزين إلكترونيا فيتخبطون يمنة ويسرة ولا يدرون أين الطريق ويلجؤون إلى حلول ليست قانونية قد تفاقم المشكلة أكثر. لتلفزيون حضرموت أحمد برجاء سيئون. دشن المدير العام لمديرية سيئون دورة الإسعافات الأولية لمنتسبي الدفاع المدني بمديرية سيئون ضمن نشاطات تعزيز الأمن على المستوى المحلي، ويتلقى المتدربون خلال الدورة التي تستمر على مدى 6 أيام المهارات الأساسية في مجالي الإسعافات الأولية والسلامة لرجال الإنقاذ أثناء الكوارث والحوادث التابع لمشروع نحمي الجميع، وكذا كيفية التعامل مع الحالات الطارئة إضافة إلى بناء قدرات طواقم الدفاع المدني. وأكد المدير العام لمديرية سيئون محمد العامري على أهمية دور هذه الدورات المسهمة في الحد من المخاطر والحوادث، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة التدخلات ودعم مصلحة الدفاع المدني بالوادي والصحراء. ما زلنا في مدينة سيئون، حيث وقع المدير العام لمديرية سيئون محمد عوض العامري مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع محطة تحلية مياه سحيل بور بمديرية سيئون بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتكون المشروع الذي تنفذه شركة بورسيتي خلال فترة عمل 2 إنشاء محطة تحلية مياه شرب تعمل بالطاقة الشمسية بإنتاجية للمحطة 20 متر مكعبا في الساعة، وكذا إنشاء أحواض تصفية للملح للاستفادة منه للسوق المحلي وتشغيل الأيادي العاملة. وستسهم هذه المحطة في حل مشاكل المياه وملوحتها واستمرار خدمتها للمواطنين. يواصل فريق هندسي عملية تركيب مضخة غاطسة لمشروع مياه الشرب بمنطقة ريدة الجوهيين بمديرية غيل بنيامين بتمويل من شركة بترو مسيلة، ويستفيد من مشروع المضخة الغاطسة أكثر من 8000 نسمة بمنطقة ريدة الجوهيين وبعض القرى المجاورة لها. وأثنى الأهالي على تدخلات شركة بترو مسيلة الوطنية في هذا الجانب الحيوي والمهم باعتبار المشروع يخفف من معاناة المواطنين للحصول على مياه الشرب. انطلقت بمدينة سيئون الفعاليات التحضيرية على طريق اليوم العالمي للعسل الحضرمي التي تنفذه مؤسسة سند للتنمية بالتعاون مع وكالة الأنباء اليمنية سبا بوادي وصحراء حضرموت. وأعرب المدير العام لوكالة أنباء سبا بسيئون عبد الباسط باسويطين عن أمله بتفاعل الإعلاميين والجهات ذات الاختصاص مع هذه الفعالية، فيما استعرض رئيس المؤسسة عبد الله الحبشي أهمية الحدث لتوصيل رسالة للعالم بأهمية العسل الحضرمي وضرورة تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لقيمته الاستثنائية الطبيعية اللامادية. نفذ مكتب وزارة التجارة والصناعة بساحل حضرموت نزولا ميدانيا إلى المراكز التجارية بمناطق غرب مدينة المكلا لمراقبة الأسعار وفقا والمتغيرات السعرية. يأتي ذلك بتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والمدير العام لمكتب الوزارة لضبط المتلاعبين بالأسعار بناء على استلام بعض الشكاوى حول بعض نقاط بيع الجملة والمراكز التجارية وإشعارهم بضرورة التناسب السعري للسلع في إطار التحسن الملحوظ لقيمة العملة والمشتقات النفطية. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة بوجه عام مع تشكيلات من السحب المنخفضة
على فترات ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة ورياح هادئة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى باردة ليلا. والآن إلى حالة الطقس. نهاية النشرة مشاهدينا الأعزاء، هنا تذكير بأهم العناوين. المحافظ القائد البحسني يعقد اجتماعا موسعا بقادة الألوية ورؤساء الشعب والضباط بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. اجتماع بسيول لمناقشة أعداد خطة طارئة للاستجابة للنازحين للأعوام 2022-2024. لقاء مشترك بين مكتب وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية لمناقشة توحيد أسعار الأدوية وتخفيضها بالمكلة. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي. تلفزيون حضرموت، دمتم في حفظ الله ورعايته.